وكيف ما كتعرفي اختي، مع اقتراب اي مناسبه ضروري نعتنيو بشعرنا ونغديوه باش نحصلوا على هذاك اللمعان والرطوبه، سواء كان شعر طويل قصير دهني جاف، جميع انواع الشعر كتبغي العنايه. المهم البنات نقترح عليكم واحد الماسك اللي هو ساهل ومتوفر عند كل وحده، ساهل وبسيط وكيعطي نتيجه اللي زوينه. ومع هذه الحراره اختي ما نسيتكش جبت لك واحد الكيكه بالحامض كتجي منعشه ورائعه جدا. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ كلشي بخير، توحشتكم بزاف 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 بحال دائما. المهم انا يلاه جيت من الخدمه، غنمشي نخربق اليوم شي حاجه للعشاء، وقلت ضروري غندير ماسك شعري، باغا ندوش غندير ماسك شعري، عندي شنيتيفات. المهم كتعرفوا العيد زعما عيد الاضحى المبارك زعما ان شاء الله على الابواب، مبروك عشركم في ما كنتو وليكم كاملين. دابا ما بقاش الوقت يلاه غنداوي شعرنا ولا التساقط وداكشي، دابا اللي كان كان اللي طلع طاح، دابا خصنا غير شويه اللمعان شويه الرطوبه يبان الشعر هكا مطلوق ومسبسب ويحيدوا لنا شنيتيفات. داكشي علاش فكرت اليوم غندير واحد الماسك نستافد منه انا الاولى ونفيدكم حتى نتوما ونشاركوا معكم البنات اللي ما كيعرفوش. ينفعكم هكا من هنا للعيد نديرو واحد جوج مرات ثلاثه، على ما يجي العيد ان شاء الله ملي نديرو داك البروشين كيجي زوين وماشي بحال اللي ما يبانش لنا الشعر محروق. المهم دخلنا، قلت لكم غنمشي نصاوب العشاء امير كالعاده، كندخلو كيشعل التلفزيون غنجي نوريكم المكونات. المهم غير سمحوا لي على الاضاءه لان الليل، غنوريكم المكونات اللي غنحتاجو نابليكي هو الاول عاد نمشي نصوب ليهم العشاء على ما يشرب ليا الشعر ديالي يشرب ليا هذوك المكونات وعاد ندخل باش ندوش. المكونات اللي غنستعملوا في هذا الماسك هي اول حاجه زريه الكتان، كلشي كتعرفوا المنافع ديالها، عندنا الروز الابيض اللي كيعطينا الترطيب ولمعان الشعر، وكذلك جنجلان حتى هو كيعطينا الترطيب واللمعان للشعر. غناخذ ثلاثه المكونات وغنديرهم في الماء، عندي واحد كاسرول فيه الماء، وغنخليهم حتى يطلع فيهم الغليه يعني حتى يطيب ليا هذاك الروز. بالنسبه للقياس البنات كل وحده على قبل على قد الطول ديال شعرها، انا شعري قصير خديت معلقه كبيره معلقه كبيره معلقه كبيره، وانت الا كان شعرك طويل كتضاعفي الكميه. ملي غيطيب ليا هذا الشيء غنزيد عليه جيل الالويفيرا وغنزيد العسل الطبيعي الحر اللي كاملين تنعرفوا الفوائد ديالو على الشعر وعلى البشره، وكذلك يعطينا واحد اللمعان اللي هو خطير ما يمكنش يعطينا شي مكون واحد اخر. غناخذ المكونات كاملين وغنديرهم هكا فوق كاسرول وغنديرهم فوق النار. ها انتم البنات من بعد ما درتو فوق البوطه، يلا كنحس بداك الروز طاب وتكون لي هاد لوجيل بحال هكا صافي غنطفي عليه. انا ما عنديش غرض ان نحرقوا هاد المكونات، لا خاص يبقى فيهم المنافع ديالهم ويبقى فيهم المكونات كلها تبقى غنيه بالمنافع ديالها. صافي غنطفي عليه نخليه يبرد واحد شويه وندوز باش نطحنو ونصفيه. من بعد ما دفى شويه كندوز كنطحنو، من الاحسن ديرو ميكسور بحال هكا لان في يعني في الكاس ديال العصير ما كيطحنش مزيان. كيف ما شفتوا البنات مكونات اللي بسيطه، غير هو الصراحه فيه شويه تمر في الطحين كيطحنش مزيان، ومني كنبغيو نعصروه كنديروه في واحد زيف ديال حياتي اولا ليبا اللي بغيتو وكنبقاو نعصرو بشويه بشويه. هاد المرحله هي اللي شويه خصها شويه الخاطر اختي، اللي بغى الزيني صبر ثقيب الودنين ياك هادشي اللي كنقولوا البنات. المهم بشويه بشويه انا علمتكم غير هاد المرحله فيها شويه كيبقى داك الجيل يخرج غير بشويه بشويه، ولكن النتيجه كتكون رائعه. هذا هو الجيل اللي حصلت عليه البنات بحال هكا. المهم كل وحده دير القياس على القياس اللي علاش قد الطول ديال الشعر. غنزيد الالويفيرا واحد معلقه كبيره، وغنزيد معلقه ديال العسل حتى هي هكا كبيره، غنخلطو كلشي مزيان، غنحصل على واحد الجيل بحال هكا وندخل دابا للحمام باش نابليكيه. اول حاجه كنبدا بها هي كنمشط شعري بجميع الاتجاهات باش هكا بحال كنحرك الدوره الدمويه صافي، وكنبدا كنفرقو خصله بخصله وكنبقى نابليكي الماسك وانا كنجبد بايدي بحال كنديرو شي ترطيبه، وعاد كنمشطو ثاني ونجمعو. والنقطه مهمه البنات ان نركزو على داك الشنيتيفات، صراحه انا ملي كندير بحال هاد لي ماسك كتبان لي نتيجه حتى عندي دوك شنيتيفات، ديك الخلفه كتبقى لي بحال شويه طالعه. المهم خديت فوطه اللي فزقتها بالماء سخون ودرتها فوق شعري وغنخليها. المهم خليت الماسك اكثر من ساعه تعشينا وتفرجنا وجمعت الطبله، عرفتي البنات بحال غيضربني البرد صوتي دغيا فدغيا تقلبت. المهم غندخل باش ندوش دابا وندير ماكياجي ونغسل ونرجع باش نوريكم شعري، ما غنصوبوش يمكن غدا نشفو شويه وصافي.
غنشف شعري شويه من بعد ما غسلته المدافي ما يكونش طايب لانك تحرق لينا الشعره. ممكن تدي غير فكره شاركت معكم هذا الماسك اللي الا ما نفعك ما غيضركش. تخيلوا البنات مره ديروا هذا مره ديروا هذاك الكيراتين الطبيعي اللي شاركت معكم ديال بحال مايونيز فيه دانون مشصوص وفيه فيه زيت الزيتون ولا زيت الكوك فيه البيض رائع. تخيلوا كل مره كنا نديروا شي حاجه حنا راه معكازين الصراحه الشعر والبشره كيبغيو العنايه. شوفوا اللمعان انا بعدا كنحس به في ايد ديال البنات داكشي اش كنقول لكم حيت انا شفت قبل وبعدا كنحس ملي كندير شي ماسك كنحس به. المهم البنات كنت غندير لكم خاتمه ديال الفيديو حيت تشوفوا صوتي تبدل ما عرفتش مالي جيت من الخدمه بدقتي واش لا كليم ولا شنو عرفتي تبدل لي الصوت وبديت كنحس براسي كنسخون يلاه خرجت من الدوش وسخونه مع نشفت شعري بالسشوار زادني سخونيه على سخونيه. المهم وعينيا نعسو عرفتو بقينا كنتفرجو ما جانيش النعاس قلت غندير لكم خاتمه ديال الفيديو نقول لكم تصبحوا على خير ونقول عبدو عرفتي شنو تشهيت غير واحد كيكه ديال الحامض دابا غنوض ندير دابا راه 11 الليل غنوض نديرها باش نفطروا بها الصباح ان شاء الله. ملي كيكون الصيف كتجيني هاد الكيكه بالحامض زوينه الريحه ديالها كتجيني منعشه. المهم عرفتي مقدرتش نشرحها ندير لكم غير المونتاج غنوض نصوب كيكه نخليها تبرد الصباح ان شاء الله تنفعني في الفطور دغيا نخلطها نديرها في الفران ونجي نكمل نجلسو هكايا على ما يجينا النعاس باقي ما فيناش النعاس حيت الموت ديال الصدى. الناس هنا في كازا كنموتو بالصدى باز كنقول باز للمدن الاخرى مراكش زعما فاس بني ملال باز ليكم والله العظيم ولكن الحمد لله وقتو هذا الحمد لله. نمشيو نديرو كيكه غنحتاجو المقادير ديال الكيك العادي ربعة البيضات كاس ديال الزيت ما عامرش كاس ديال سنيدة وكاس ديال الحليب أولا دانو اللي بغيتو عندي واحد قبيسة ديال الملحة وعندي عصير ديال نص حامضة والقشور ديال الحامضة اللي كيعطيوها واحد المذاق منعش عندي فاني اختياري وعندي ثلاثة ديال الخمارات وبطبيعة الحال طحين جوج كيسان ونص على الأقل وحنا كنشوفو عينينا ميزاننا وبطبيعه الحال الطريقه العاديه كناخذوا البيض والبنات بقاو تقلبوا البيض لان الصه دابا تقدر شي بيضه تصيدكم وكندير معاه سنيده وكنخدموا شفتوا هذا هو السر نخدموا مزيان حتى يضعف ويولي ابيض عاد نزيد الزيت ونزيد المكونات الاخرى نزيد الحليب الملحه والخماره كنخليها هي الاخرى مع الطحين وزدت حتى القشور ديال الحامض ولكن عصير الحامض البنات ما كنزيدوش دابا باش نحصلوا على نتيجه مزيانه. كنبقى ندخل داك الطحين اللي عندي حتى كنسالي واخر مرحله اللي كنزيد عاد كنزيد العصير ديال الحامض هكا باش كيحافظ لينا على داك القوام ديال الكيك وكذلك كتبقى كيبقى المذاق ديالو حاضر بقوه وصافي غندخلها الفران نخليها واحد نص ساعه ونخرجها. ودابا هنا كنت كنشاركها معكم غنخليها غير تتبرد وباش نحلها لكم. شوفوا لي البنات مفشفشه رطبه وانا غنحلها لكم من الداخل كتجي خفيفه بزاف بزاف وشوفوا لي اللون الحامض كيعطيها واحد اللون واحد المذاق واحد الريحه صراحه ماشي كنشكرها لكم هكا كتجي واحد الكيكه اللي هي خفيفه. شوفوا البنات انتم كتشوفوا ما كتجي لا معجنه لا مدقصه شوفوا كلها بحال البغرير كتجي خفيفه بزاف مع كاس ديال الحليب ولا كاس ديال العصير يا سلام. المهم انتعاش في هذا الصيف قلت غنديرها البنات قلت صافي والله تنشاركها معكم كنا غنخليه حتى للصباح تشوفوني شنو درت اختي شوفوني شنو درت. ايوا يا اختي كاع ما قدرنا نصبروا حتى الصباح قال لي عبدو ريحتها كتشهي كيشوف فيا قال لي ما تخلي لي دير ريجيم راه انت اللي ما تخلي لي دير ريجيم قال لي ريحتها كتشهي جيب لي شي طريف صدق جيب انا ويا نتوما هادشي تعشينا اختي تعشينا ولكن البنات المذاق ديالها رائع حامض الريحه والمذاق رائع. المهم حنا باقي كنتفرجوا ما كاين نعاس قال لي انا دا مع 11 من 11 دابا 12 11 بديتها دابا 12 الليل باقي ما جاناش النعاس هاد الموت كنتفرجوا وصافي حتى الزنقه عرفتي باقي عامره كنحس بالدراري كيهضروا لتحت باقا الزنقه حدا انا عامره. المهم كنقول لكم تصبحوا على خير ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله وبسلام عليكم.